بدأت البارحة الحملة الانتخابية بأغلب الجامعات التونسية لانتخاب المجالس العلمية، واستعدادت على أشدها داخل أسوار الجامعة، خاصة بين الفصائل الاثنين الأكثر تمثيلية. مشينا للكامبوس المنار، أحد أهم الجامعات التونسية وللحركة الطلابية اللي فيه على أشده. هذه هي تحذيرات الاتحاد العام التونسي للطلبة. المجلس العلمي الكلية هذه ككل الكليات بالنسبة للنظام القانوني والنظام التشريعي هو أعلى سلطة، هو اللي ينظر أساسا في المسائل البيداغوجية اللي تخص الكلية، وهو أعلى سلطة لهنا، والمتركب من العميد والأساتذة اللي شاف ديبارتمون المنتخبين والعميد المنتخب وثلاثة طلبة منتخبين، زوز على الإجازة واحد على الماجستير، قاعدين يقوموا بدورهم كمجلس علمي ككل بكل تركيبته. لكن مع هذا مازال فما برشا نقاط نحن رينا إنها ما خدمتش الطالب، رينا إنه ما فماش تقدم كما اللي كنا نستناو فيه على مستوى كل المجلس العلمي بطمي طميمه. وحضرنا زادة في انطلاق الحملة الانتخابية لقوائم الاتحاد العام لطلبة تونس. اخترت نترشح لانتخابات المجلس العلمية مستقلة على اليوجيت، واخترت اليوجيت كمنظمة خاطرها معروفة في كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس المنار. الممثلين ديما معروفة بممارستها اللي تدافع على حقوق المشروع على الطلبة، اللي ديما تقف ديما معناتها تسمع طلبة الكل، عموم طلبة الكل. الحملة الانتخابية تكون نتوجه للطلبة، نعرفوهم ببرامجنا، نعرفوهم بالمرشحين متاعنا، كان قنعناهم وقنعهم برنامجنا إن شاء الله هذا اللي يصير، يكون معناتها صوتهم لنا نحن، كان خذوا فينا ثقة. إلى جانب القوائم المخرطة تحت المنظمات، هذه عينة من المترشحين المستقلين اللي اختارت حملتها الانتخابية تكون عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي. احنا حملة انتخابية نعملوها ديما على الفيسبوك، مش خاطر ما علقنيش تصاور، احنا باش نعلقوها اليوم خاطر غدوة هما صمت انتخابي. فنترشحوا مستقلين خاطر ديجا الطلبة يحبوا شكون يكون مستقل بعيد على الخلافات اللي قاعدين يعملوا فيها. دونك هذاك علاش انتخابات المجالس العلمية نتائجها تعكس شغل هيكل طلابي داخل أسوار الجامعة وخارجها. الحملة الانتخابية دور في أجواء لا تنبأ بحدوث مناوشات بين مختلف الفصائل الممثلة للطلبة. إشراف الوزارة لا يعني أنها تتدخل في عملية الانتخاب، وإنما تقوم بتنظيم عملية الانتخابات من خلال إصدار المنشور المنظم، من خلال تحديد التواريخ إلى آخر ذلك، ثم تتولى إذن تنظيم العملية دون أن تتدخل. غدوة يتوجه طلبة إلى صناديق الاقتراع في أجواء ديمقراطية، ونأمل أن تكون بدون عنف وتكون باب لتحسين ظروف الطلبة في الجامعة.